العقد اللي كيربط الجمعية الملكية المغربية لكرة القدم مع السي بدو الزكي هو عقد فيه مجموعة نتاع الأهداف تتحدد المواصلة أو التوقف على العمل. أول محطة هي 8 فبراير 2015. فالحد الأدنى هو الوصول إلى المباراة النهائية لكأس إفريقيا للأمم. ونتمنى احنا من الله وكيف قلتيها ان الطموح نتاع السي بدو يكون هو الفوز بكاس افريقيا للامم. ثم المحطه الثانيه هي التاهل لكاس افريقيا للامم 2017 والوصول الى المربع الذهبي. ثم المحطه الثالثه هي 2018 التاهل لكاس العالم 2018. هذه ثلاثه محطات مرتبطه باهداف واضحه فيها عمل واضح. هذا هو العقد اللي تربط الجماعه مع السي بدو الزكي. الراتب انا قلت لك بانه قلت بكل امانه ان الاخوان هذا كله بكل وضوح وبكل صدق السي بودربالا ملي اتصلت به ما عرفش حتى الموضوع. كل الاخوان جاوا بدون قيد او شرط وانا هادي لان الناس سنعرفوا نقولوا الخصال تاعهم الحميده مزيان نعطوهم ولكن مره مره نقولوا الا كانت شي حاجه فاضله وانتوكا هذه الثقافه تنضم. اخوان كلهم قالوا بانه احنا ما عندناش شروط نتاع الاجر المادة. كلهم بالاجماع انه اللي تهمنا هو النتائج تاع الفريق الوطني والدور المشرف للفريق الوطني هو اللي عبروا عليه. الان بطبيعه الحال احنا من واجبنا كمغاربه لان لو كان نقول لكم انا المبالغ اللي طلبوها الساده اللي بغاو يقيموا في المغرب غير الباساج في سوفيتال 400 مليون. اون توكا هاد الاخوان كلهم ما غيكلفوش النصف نتاع الراتب نتاع واحد وشروط اخرى فيها طاقم الى غير ذلك مطر على اين. انا كنفضل لانني الحقيقه كيف قال قبيله السي عزيز هو كاين واحد الاقبال كبير على تدريب المنتخب الوطني ولكن انا تنظن بانه النظره يجب وكيف قال السي بدو سنتعاونوا جميعا نبينوا بان حتى في هذا المجال احنا ماشي منتجع للاستضياف. نو وانا قلتها لواحد من المدربين قلت له ديال الدوله اللي انت تتقيم فيها وتتعامل في اطارها عندها 12 قرن نتاع التاريخ راه ما يمكن لكش تستمر انك تعمل من امستردام واجازات متقطعه في فنادق لا داعي لذكر اسمي اون توكا كاين واحد الفندق تيحبوه صحاب الكره عندهم معاه الارتباط كبير. نقلت بانه هاد الاخوان حنا من دورنا اننا عاوتاني ماشي ننزلوهم الاسفل سافلين. قلنا بانه على ضوء العقود اللي كانت مع الطاقم التقني السابق فهي اللي رجعنا وباش نقول لك بكل وضوح السي بدو الاجر نتاعو في حدود 500 ألف درهم والاخوان راه مازال ما طرقتش معاهم حتى التفاصيل مباشره بعد هذا الشيء غادي ننهيو الموضوع ولكن باش نكونوا عندنا اعتراف بالجميل خصنا في العقد حوافز مهمة لتحقيق الأهداف مرتبطة بالأهداف لو وصلنا للفينال وإلى دينا لاكوب وخصنا نعرفوا إن بون فوا بور توت بأن العقد نتاع المدرب ليس سرا من أسرار الدولة وخصنا نعرفوا بأن اللي عنده شي حنين لهذا الماضي أنا راه ما عنديش خرجوا نبداو من الاخر ما بقاوش تزيدوا انا ما عندي لا سر لا زوج. انا العقد نتاع السي بدو الزكي ملي توقع مستعد نوضعو على اللوسيت نتاع الجامعه عندي حتى اشكال لانه الاختيارات كيف ما قلت في البدايه اتحمل المسؤوليه وقلت علاش درت الاختيارات وقلت بانه انا راه من قبل في ثقافتي مع الاسف هي هذه ثقافتي انه مدرب يشرف على 4 متاع المنتخبات الوطنيه
بواحد الاجر والله العلي العظيم. انا الطموح اللي كان عندي في بركان هذه واحد 3 سنين نوصل 10% من ديك الميزانيه نسير بها كلوب طموح اقليمي. ويقول لي ودي راه ما يمكنليش نقيم في الماء. وكنظن بان هذا الشيء هذا يجبوها نقطع معه قطيعه، ولكن باش نقطعوا معاه ما خصناش نطيحوا على اننا بغينا، لان حتى ذاك النقاش اللي كاين على الاطار الوطني الى غير ذلك انا ماشي من الدعاة نتاعو. انا تنقول الفريق الوطني اليوم محتاج، وقلتها منذ البدايه، الى اعاده الروح واعاده الترتيب نتاع البيت الداخلي نتاعو. وقلتها للسي الزاكي في اول لقاء، قلت له الظروف اللي تتهيئ فيها الفريق الوطني المغربي، وانا تنعرف مجموعه المنتخبات الاوروبيه، الظروف اللي تتهيئ فيها المنتخب الوطني تضاهي هذه الظروف. اللاعبين اللي عندنا اليوم المستويات نتاعهم الحمد لله، وكاين اجماع وهذا الشيء تتقولوا انتم يوميا مستوى. اذا راه ما يمكن لينا شيء باختلالات محيطه بالفريق الوطني تبعثر طموح والشعور نتاع المغرب، ما يمكنش. وكنا ودي اللي بغى شويه نتاع هذاك الشيء نتاع الهواميش راه الله غالب ياك ني غيا ني غا كو دو لا ريغور في ليكيب ناسيونال. وقلت للسي بدو الزكي في اخر لقاء عقدته مع البارح في اوقات متاخره جدا بانني كنعتبر المنتخب الوطني من المقدسات نتاع البلاد، من الامور لان فيها القميص الوطني، فيها الالوان الوطنيه. وقلت ليه بانه لو كنت تضمن لي النجاح نتاع المنتخب الوطني تضمن، يعني كاين شي حد يضمنوا ليا انا ماشي نلعب على ليماج نتاعي، انا نوقع لك على بياض من ظهر، لان النجاح نتاع المنتخب الوطني هو النجاح نتاع المغرب، وهذا هو اللي اهم، وهذا هو اللي خصنا نعملوا فيه. وغير ذلك انا شخصيا لن اسمح لنفسي، وغير ما يضيعش شي واحد الوقت يتزايد في هذا المغادره، لانني غادي نكون كل مره مستعد باش نجي ونمشي في العمق نتاع الاشياء في توضيح اعماقها ونبينوا الامور بوضوح للراي العام.